وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وددت أن قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، إخواننا الذين لم يأتوا بعد، فنحن منهم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اتبع هداه، أما بعد، حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وزادكم الله من فضله، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مع الشباب. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن أمر مهم جدا، ولعله ظهر من العنوان، عن الأخوة الإيمانية وعن أخوة الدين وعن الأخوة في الله. وهذه بعد حلقة التي تكلمنا عنها عن له أصحاب يدعونه، عن الصداقة وعن الأصحاب. فأيضا الأخوة في الدين مهمة جدا، بل تكون أشد من الصداقة، وأحيانا تكون أشد من أخوة النسب وأخوة الدم، لأن أخوة النسب وأخوة الدم قد يختلف معك أخوك ابن أمك وأبيك في بعض الأمور، سواء كانت في المنهج أو في العقيدة أو في الدين أو في الدنيا، كما حدث ذلك بين ابني آدم، قال: لأقتلنك، قال: إنما يتقبل الله من المتقين. الشاهد أن الأخ في الدين أقوى وأشد من الأخ في النسب إذا خالفك أخوك في النسب وفي الدم. أما إذا كان معك على دينك، وكان معك على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معك على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اشتد الوثاق وقد اشتد الرباط بينك وبينه، ولا شك في ذلك أبدا، وهذا أفضل ولا شك في ذلك. لذلك قال أهل العلم أن الرحم للرجل على قسمين: رحم عام ورحم خاص. أما الرحم العام فهو رحم الأخوة في الدين ورحم الدين ورحم العقيدة، وأما الرحم الخاص فهذا رحم النسب والدم، كما بيّن الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه، وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. والأخوة في الدين أيها الأحبة الكرام من نعم الله عز وجل على عباده المؤمنين، كما قال الله عز وجل: فأصبحتم بنعمته إخوانا. فأمن الله على عباده المؤمنين بنعم عظيمة، منها الإخوة في الدين، فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. فمن فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين أن جعلهم إخوانا في الدنيا، وأيضا سيكونون كذلك في الآخرة إخوانا على سرر متقابلين. وقد من الله عز وجل على الصحابة وعلى الأنصار، لا سيما الأوس والخزرج، أن جعلهم على قلب رجل واحد بعد أن كانوا مختلفين، كما قال الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. والمصلحة العامة والدين يقوم على رجال وعلى الأمة، ولا بد من أجل أن يقوم الدين أن يكون المسلمون على رجل قلب واحد وعلى جسد واحد. وقد مدح الله ذلك فقال سبحانه وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهذا يدل على أن المؤمنين لا بد أن يكونوا على قلب رجل واحد، وأن يكونوا بنيانا واحدا وجدارا واحدا وهيكلا واحدا، لا بد أن يكونوا كذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، إذا اشتكى منه عضو من الأعضاء تداعى له باقي الجسد وباقي الأعضاء بالسهر والحمى. وفي لفظ آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون كرجل واحد
إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي لفظ آخر، وهذا لفظ جميل الذي سيأتي، المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. فكذلك المؤمنون وكذلك المسلمون، إذا هجر أو قتل أو ظلم أحد من المسلمين في سائر بلاد الأرض فإنه يكون على المسلم كأنما هو الذي قتل، وكأنما هو الذي ظلم، وكأنما هو الذي هجر، لا سيما أننا كلنا على قلب رجل واحد وكالرجل الواحد. لذلك الله عز وجل أوصانا في كتابه الحكيم بالاعتصام، قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. في غير موضع من كتاب الله عز وجل يوصينا الله عز وجل بأن نكون كرجل واحد، وأن نعتصم بحبل الله عز وجل، ونكون على قلب رجل واحد، ولا شك في ذلك أبدا. والأخوة لا تكون فقط بيننا نحن كمعاصرين لبعضنا البعض، بل أيضا الأخوة لمن سبقونا ولمن سيأتون بعدنا. قال الله عز وجل: والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فذكر الله عز وجل صنفين من المؤمنين: الذين سبقونا بالإيمان، لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فكلا الفريقين من إخواننا المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وددت أن قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، إخواننا الذين لم يأتوا بعد، فنحن منهم، أي من إخوان النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن كل من سيأتي بعدنا من المؤمنين أيضا إخوانا لنا. وهذا من أعظم الأخوة الحقيقية، وهذا يدل على تمسك الإنسان بدينه وبإخوانه. والله عز وجل وصف أن المؤمنين رحماء فيما بينهم وأذلة على بعضهم البعض، كما قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالشاهد أيها الأحبة أن المؤمنين رحماء فيما بينهم، يرحم بعضهم بعضا، وأيضا أذلة على بعضهم البعض، يخفضون الجناح لبعضهم البعض، فهم أخوة يحبون بعضهم بعضا. وقد أوصى الله عز وجل كما أوصى الإنسان بوالديه، قال الله: ووصينا الإنسان بوالديه، وكما أوصى الإنسان بأبنائه، قال الله: يوصيكم الله في أولادكم. فأيضا وصى الإنسان بأخيه المسلم. والإخوة في الدين لها حقوق ولها واجبات، ذكرها الله عز وجل في كتابه الحكيم، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت في سنته صلى الله عليه وسلم. لعلنا نؤخره إلى حلقة قادمة حتى لا أطيل عليكم، نكملها إن شاء الله في الحلقة القادمة. أراكم على خير، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات حتى تأتيكم إشعارات الحلقات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، عزة على الكافرين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.